هو التكافل الاجتماعي او القيمه دي يجب زرعها في الاطفال من الاسره نفسها، من البيت اولا. لما الطفل ينشا وشايف الاب بيساعد الام والام بتساعد الاب، ده في عمله وده في بيت في البيت، وتعوده ان هو يرتب اوضته ويعمل ده نوع من انواع الاعتماد على النفس، وانه يساعد اخته او يساعد اخوه او يساعدني انا في البيت، ده نوع من انواع التكافل. نيجي بعد كده بيكمل المدرسه، الانشطه اللي حضرتك بتقولي عليها، الكشافه والفرق الرياضيه نفسها فيها لعبه جماعيه، وتعودهم على العمل الجماعي. الانشطه دي كلها برضو نوع من انواع التكافل، بتربي شخصيه الطفل يعني. صحيح. بتبداي تربيه بتبنيها في البيت، والمفروض ان المدرسه بتكمل عليها. يجي يروح بقى الجامعه نفس الحكايه، الرحلات والانشطه اللي موجوده سواء مسرح فن، كلها اعمال جماعيه بتعود الطالب او الطالبه على انها تتعاون وتشيل الحقد ما بين الطلبه وبعض. وبعد كده طبعا في مجال العمل بيبدا بقى يعمل مجال عام. وانا اعرف، انا اعرف ناس يعني بداوا الولاد يعملوا شنط رمضان والكراتين والحاجات دي وهم لسه صغيرين. صحيح. والسعاده اللي كانت بتبقى فيها الطفل او الطفله وهم عارفين ان هم الكرتونه دي او الشنطه دي رايحه لناس ما يقدروش يشتروا الحاجات دي. فدي نوع من انواع بتغريزي فيهم وبتكوني شخصيتهم من غير ما من غير قصد او بقصد، بمعنى التكافل وقيمته.